محمد رح ننتقل لتهاني زملائنا في قناة الفلوجة. يعني مهند من أربيل أظهر لنا جانب من الكادر الذي يعمل خلف الكاميرا، هؤلاء النجوم الحقيقيين يعني فعلا. الذين يعملون بجد واجتهاد يعني ساعات طويلة. المجهود الإعلامي كما نعرف محمد دائما مجهود جماعي، مجهود متكامل، روح واحدة وفريق واحد. وهلا خلينا نشوف الكادر الخاص بقناة الفلوجة بمكتبها الرئيسي ونشوف شو رح يحكوا لنا. نريد نقول كما قال الشاعر: عيدوا بأي حال عدت يا عيدوا، بما مضى أم بأمر فيه تجديد. نريد نكون متفائلين في هذا العيد، نتمنى كل الخير لجميع العراقيين، ونهنئ زملائنا جميعا في قناة الفلوجة من إدارتها إلى جميع الموظفين وعلى القائمين على هذه القناة أيضا بصورة عامة، وزملائنا في مكاتب قناة الفلوجة في جميع المحافظات العراقية. كذلك نتمنى الاستقرار السياسي للبلد، وأيضا الاستقرار الأمني، والأهم من كل ذلك الاستقرار الاقتصادي. وإن شاء الله يكون هذا العيد هو خطوة وبداية جديدة لانفتاح العراق على كل الأمنيات اللي يتمناها كل مواطن عراقي من عام 2003 ولحد الآن. كانت أمنية العراقي هي الأمان والأمن، الآن ربما حققنا نوعا ما هذه الأمنية، تحقق الأمن نوعا ما، لكن بقى الأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي للمواطن العراقي. ما نريد نشوف فقراء بالبلد، ما نريد نشوف نازحين، ما زال هناك أكثر من مليونين نازح، ما نريد نشوف عاطلين عن العمل، نريد نشوف بناء العراق بشكل صحيح، نريد مسؤولين يعملون بجد وبإخلاص لأن يقوم هذا البلد مرة أخرى على قدميه وينهض من جديد من تحت ركام رماد البارود والانفجارات والصواريخ وغيرها. نتمنى كل الخير لجميع العراقيين مرة أخرى، إن شاء الله المغتربين والمهاجرين العراقيين يرجعون إلى بلدهم والدولة تحترمهم وتقدم لهم كل مقومات المواطن العراقية حتى الإنسان العراقي يشعر بالانتماء الحقيقي لهذا البلد اللي يمتد جذوره لأكثر من 5000 عام. وتحياتي لكم مرة أخرى. أهني كل الكوادر العاملة في قناة الفلوجة الفضائية ابتداء من الإدارة العليا وإلى أصغر موظف وإلى كل المنتسبين لهذه القناة في داخل هذه المؤسسة في مقرها الرئيسي وفي العاملين بالميدان. حقيقة تهنئة خالصة من القلب أهديها لكل العاملين ولكل العراقيين أيضا ولكل العاملين بالوسط الإعلامي والصحفي. عيد الفطر مبارك، إن شاء الله يكون هذا العيد عيد أمن وأمان، وننبذ به كل الخلافات ابتداء من الخلافات السياسية إلى الخلافات الاجتماعية، ويعم الأمن والأمان على بلادنا، ويا رب إن شاء الله يرجع العراق مثل قبل وتنحل كل المشاكل الأمنية والمشاكل الاقتصادية والمشاكل السياسية، ويا رب إن شاء الله هذا العيد نشوف به الفقير تحسنت أموره والمهجر رجع البيت، وأيضا يعني كل المشاكل حقيقة اللي يعيشها المواطن العراقي. نتمنى أنه يعني عيد الجاي إن شاء الله ما نشوفها، ويا رب الأمن والأمان. هذا يعني أكثر مطلب يتمنى العراقيين. أقدم تهنئة للشعب العراقي بمختلف طوائفه وقومياته بحلول عيد الفطر المبارك. نتمنى إن شاء الله أنه هذا العيد يكون عيد أمن وخير على الشعب العراقي، ونتمنى إن شاء الله أنه العراقيين دائما يتوحدون في كل موقف، في كل أزمة تمر بهم إن شاء الله يتوحدون. ونتمنى إن شاء الله أنه هذا العيد هو عيد لتوحد العراقيين، وهذا العيد يتزامن مع انتصارات قواتنا الأمنية اللي انتصرت على داعش، ونتمنى إن شاء الله أنه يعم الأمن والأمان على شعبنا العراقي، ويرجع العراق إلى سابق عهده سواء كان في المجالات الاجتماعية السياسية وحتى الرياضية. نحكي لك من الرياضة، نتمنى إن شاء الله أنه أيضا نبذل الخلافات في الوسط الرياضي، وقدم تهني أيضا لكل الرياضيين، لكل زملاء الإعلاميين الرياضيين، الصحفيين الرياضيين، أساتذتنا الكبار، أنه نتمنى إن شاء الله أنه هذا العيد يكون عيد خير ومحبة على الجميع، وأقول عيدكم مبارك، كل عام وانتم بمليون ومليار ألف خير. الله يتقبل إن شاء الله تعالى منا ومنكم الطاعات، كذلك من البقية، ويتجاوز عنا وعنكم بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا رب. يعني أنا مع الأسف رح أغيب عنكم يعني بعيد الفطر المبارك، لأنه يعني مسافر على عمان بإذن الله تعالى. كان بودي أنه أكون مع الكادر وأنه أشيل معاهم خلال أيام عيد الفطر المبارك، لكن إن شاء الله تعالى لحقين عليها بعيد الأضحى. أقول لكم كل عام وانتم بخير، ولو من قبل
قلنا يمكن لا عيدنا عيد ولا عيدان كالأعياد عيد، لكن إن شاء الله تعالى يعني إيدنا بإيدكم نتجاوز هذه المرحلة. إن شاء الله يا رب يعم الأمل والأمان على الجميع بإذن الله تعالى. الله يحفظكم، ممتنة. بمناسبة عيد الفطر المبارك نتقدم بأسماءات التهاني والتبريكات للشعب العراقي ولأسرة قناة الفلوجة على وجه التحديد، متمنين للشعب العراقي والعالم الإسلامي أياما سعيدة مباركة، وكل عام والجميع بألف خير.